ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن هذا الاستغفار هو سيد الاستغفار. سيد الايه؟ الاستغفار. يعني في صيغ كثيرة للاستغفار، ولكن سيد الاستغفار هو هذا الايه؟ هو هذا الاستغفار الذي سنتناوله الآن. وهذا الحديث رواه الإمام البخاري في الصحيح عن شداد بن أوس عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: سيد الاستغفار أن تقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا يقول صلى الله عليه وسلم: من قالها من النهار موقنا بها فمات من يومه قبل أن يمسي فهو من أهل الجنة، ومن قالها من الليل وهو موقن بها فمات قبل أن يصبح فهو من أهل الجنة. يعني أنت لو قلت هذا الاستغفار في الليل وتوفيت الله سبحانه وتعالى أنت من أهل الجنة، أو قلته في النهار وتوفيت قبل أن يأتي عليك المساء فأنت من أهل الجنة، سبحان الله. في الحقيقة هذا الاستغفار يعني فيه يعني الكثير من المعاني المهمة التي ينبغي علينا أن نتنبه لها حينما نستغفر الله سبحانه وتعالى به. يقول صلى الله عليه وسلم: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك. يعني يا رب أنا عبد ضعيف، يعني لو ألممت بخطيئة أو وقعت في معصية أو ارتكبت ذنب من الذنوب فأنت ربي، يعني هروح فين يا رب؟ ده معنى الكلام. فأين تذهب؟ أين أذهب يا الله؟ يعني إن لم تقبلني أنت وأنت الذي خلقتني، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث: لا إله إلا أنت خلقتني، ما أنت اللي خلقتني يا رب؟ ما هو أنت اللي خلقتني؟ فأنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنت بتعترف الله سبحانه وتعالى بالعبودية، يعني بتعترف الله سبحانه وتعالى بأنك عبد ضعيف لا حول لك ولا قوة، ربما تزل في معصية، ربما ترتكب خطأ من الأخطاء ببشريتك بإنسانيتك، لأن الله سبحانه وتعالى الذي خلق كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في بداية هذا الاستغفار: خلقتني وأنا عبدك، خلقك إنسان، خلقك بشر، لم يخلق الله سبحانه وتعالى ملك من الملائكة، لم يخلق الله سبحانه وتعالى نبي من الأنبياء، وإنما خلقك إنسان بشر عادي، فأنت معرض لإيه؟ للخطيئة، معرض لارتكاب المعاصي والسيئات، ولكن بتلجأ لله سبحانه وتعالى تقول: يا رب أنت خلقتني وأنا إيه؟ وأنا عبد، وأنا على عهدك ووعدك إيه؟ ما استطعت، ما استطعت، يعني أنا ألزم طريق الاستقامة وألزم طريق الطاعة ما استطعت إلى ذلك سبيل، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، يعني أنا أستعيذ بك يا الله من شر الآثام والسيئات التي اقترفت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بنعمك علي، أبوء يعني أعود إليك، وأنا معترف بنعمك وآلائك، أبوء لك بنعمك علي، ومع هذه النعم التي أنعمت بها علي، نعم كثيرة، وأن تعود نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفر، نعمة الصحة ونعمة الأمن ونعمة البيت ونعمة الزوجة ونعمة الأولاد ونعمة السيارة ونعمة العمل ونعمة الطعام والشراب ونعمة أن تصبح معافا في بدنك حتى ولو عندك فقط قوت يومك، أبوء لك بنعمك علي، ومع هذه النعم في ذنوب أنا ارتكبتها وأبوء بذنبي، فبطلب منك يا الله أن تغفرها لي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت، أصل مين اللي هيغفر لي الذنب؟ إن لم تقبلني يا الله
كمان الذي يقبلني. هذا هو، لذلك أطلق عليه الرسول صلى الله عليه وسلم إيه؟ سيد الاستغفار. شوف المعاني اللي فيه معاني مهمة ينبغي عليك أنك أنت إيه؟ يعني تتنبه لها وأنت تستغفر الله سبحانه وتعالى. نقول هذا الذكر أو هذا الاستغفار مع بعضنا مرة أخرى. اللهم أنت ربي، لا إله إلا أنت خلقتني، لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.